صوتا هاتفا في السحر سمعت صوتا هاتفا في السحر نادى من الغاية رفعة البشر سمعت صوتا هاتفا في السحر سمعت صوتا هاتفا في السحر نادى من الغاية رفعة البشر هبهم له كاس المنى هبهم له كاس المنى قبل أن تملأ كاس العمر كف القدر تشغل الباب بماضي الزمان لا تشغل الباب بماضي الزمان لا تشغل الباب بماضي الزمان ولا بآت العيش قبل الأوان واغنم من الحاضر لذاتي فليس في طبع الليالي الأمان غد بظهر الغيب واليوم لي غد بظهر الغيب واليوم لي غد بظهر الغيب واليوم لي وكم يخيب الظن في المقبل واليوم لي وكم يخيب الظن في المقبل ولست بالغافل حتى أرى جمال الدنيا ولا أشتري القلب قد أضمر عشق الجمال والصدر قد ضاق بما لا يقال القلب قد أضمر عشق الجمال عشق الجمال الجمال
جمال والصدر قد ضاق بما لا يقال. يا ربي هل يرضيك هذا الظمأ والماء
كاشف الضر عن البائس يا قابل الأعداء يا قابل الأعداء يا قابل الأعداء عدنا إلى ظلك فاقبل توبة التائب.